السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. فإن الله تعالى أنزل هذا القرآن العظيم لتدبري والعمل به، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وعملا بهذه الآية الكريمة لنستمع إلى آيات من كتاب الله تعالى ونتدبر ما فيها من العظات والعبر. قال سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية، إلى أن قال جل وعلا: لا يأكله إلا الخاطئون. قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه، يخبر جل وعلا عن سعادة من أوتي كتابه بيمينه، وأنه يقول في عرصات يوم القيامة لمن لقيه: اقرأوا كتابيه، لما فيه من الخيرات والحسنات العظيمة. فروى الإمامان البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى يدني المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره ويقول: أي عبدي، أتعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم. حتى إذا أقرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال: فإني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكافر أو المنافق فيقال على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. ظننت، الظن هنا بمعنى اليقين، أي كنت موقنا بأن هذا اليوم كائن لا محالة، كما قال سبحانه: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قوله تعالى: فهو في عيشة راضية، أي في الجنة قد رضيها ولا يريد التحول عنها. قوله جل وعلا: في جنة عالية، هذه الجنة قصورها عالية وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في صحيح الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله جل وعلا للمجاهدين في سبيل الله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وفي حديث آخر رواه الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض الحديث. قوله تعالى: قطوفها دانية. قال البراء بن عازب: أي قريبة، يتناولها المؤمن وهو مضطجع على سريره. قوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يقال لهم ذلك تفضلا وإحسانا من الله جل وعلا، وإلا فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سددوا وقاربوا، واعلموا أن أحدا لن يدخل الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله جل وعلا برحمة منه وفضل. قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. يخبر جل وعلا عن حال الأشقياء في يوم القيامة، وأن الواحد منهم إذا أعطي كتابه بشماله
يندم غاية الندم لأنه يبشر بالنار، نسأل الله السلامة والعافية. قال في الآية الكريمة: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، كما قال جل وعلا: إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يا ليتها كانت القاضية، قال الضحاك، أي الحياة التي لا موت بعدها، أي لا موت بعدها. وقال قتادة: تمنى الموت ولم يكن شيء أحب ولم يكن شيء أكره إليه من هذا الموت. قوله تعالى: ما أغنى عني مالية، أي الأموال الكثيرة التي كانت عندي لم تغني عني شيئا. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. قوله تعالى: هلك عني سلطانية، أي سلطان الذي كنت فيه والجند والمنصب وما كان يحميني، كل ذلك زال عني وذهب أدراج الرياح. قوله تعالى: خذوه فغلوه، يأمر الله جل وعلا الزبانية أن تأخذه من عنقه أو تضع الأغلال في عنقه ثم يرمى في نار جهنم، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، نسأل الله السلامة والعافية. قوله تعالى: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، أي يأمر الله جل وعلا أن توضع هذه السلسلة في عنقه ويعلق فيها ويعذب فيها أشد العذاب، ويعذب فيها أشد العذاب، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال جل وعلا: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، أي بسبب أنه كان كافرا مرتدا لا يؤمن بآيات الله ولا برسله سبحانه. قوله تعالى: ولا يحض على طعام المسكين، أي ليس في قلبه رحمة، فلا يرحم المسكين ولا يحث على رحمة المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، أي ليس له قريب ولا شفيع يشفع له عند الله جل وعلا لينجو من هذا العذاب، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع كما في الآية الأخرى. ولا طعام إلا من غسلين، الغسلين كما ذكر أهل التفسير صديد أهل النار، منتن الرائحة خبيث الطعم يأكله أهل النار. ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، أي الذين سلكوا طريق الخطأ وتركوا طريق الحق والهداية. اللهم اجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، كما نسألك أن ترزقنا العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.